اختتمت الدورة الثالثة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس أشغالها اليوم بمشاركة أطفال من القدس وأطفال من 21 جنسية من مختلف بلدان العالم في موضوع سلامة القدس من سلامة أطفالها. أولا الأطفال استشعروا أهمية هكذا لقاءات بين أطفال مقدسيين وأقرانهم في من مختلف بلدان العالم. استمع أطفال العالم لصور من مشاهد حياة أطفال القدس. كانت فرصة عبر خلال الجميع عن ترحيبهم بهكذا لقاءات ومبادرة الوكالة، ثم شكروا جلالة الملك حفظه الله على هذه الفرصة التي أتيحت لهؤلاء الأطفال. طبعا وضعية الأطفال في القدس كما عبر عنها أصحابها جعلت أقرانهم يحسون بالقلق جراء ما يعيشه هؤلاء الأطفال من صعوبات في حياتهم اليومية، صعوبات في الوصول إلى المدارس، صعوبات في تأمين أسباب الحياة العادية من أمن ولعب وترفيه وما إلى ذلك. وطبعا دعا الأطفال المشاركون في بيان ختامي إلى تمكين هؤلاء الأطفال من أسباب العيش الكريم على غرار أطفال العالم، بما يتضمن ذلك طبعا الحقوق الأساسية للطفل. وكالة بيت مال القدس الشريف طبعا أحدثت نادي خاص للطفولة من أجل القدس يقوم بعدد حقيقة من الأنشطة والأعمال الموجهة لفئة الأطفال، منها المخيمات الصيفية السنوية التي يستفيد منها أزيد من 3000 طفلا وطفلة في القدس، المخيم الصيفي السنوي الذي ينظم في المغرب برعاية كريمة من جلالة الملك حفظه الله، ثم الأنشطة اللامنهجية في المدارس، ثم النوادي البيئية التي أطلقت الوكالة لفائدة الأطفال لتحسيسهم بأهمية المحافظة على التوازن الطبيعي لمدينتهم، بالإضافة طبعا إلى دعم التمدرس من خلال توأمة 10 مدارس، منها 5 مدارس تحمل أسماء مغربية كمدرسة الحسن الثاني في وادي الجوز ومدرسة المسيرة في مخيم شعفاط، وهي أبنية بنتها الوكالة بالكامل بتمويل من المملكة المغربية. ثم طبعا هناك رعاية واهتمام من خلال ملف الأيتام، من خلال رعاية الأسر التي يحتاج أطفالها إلى مساعدة، إلى ذلك من الأعمال المهمة والميدانية والملموسة التي يعود أثرها على الطفولة المقدسية.